الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب في آداب المجلس والجليس. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذه الحديث الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب، وهو باب في أداب المجلس والجليس، يستفاد منها أحكام. أولها أنه لا يجوز للمرء أن يقيم أحداً من مكانه ثم يجلس هو فيه، لا يجوز. فالحكم هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم: لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. وهذا الحكم عام في كل مجلس، سواء كان هذا مجلس يعني يجتمع فيه الناس، أو كان في مسجد، أو كان في محاضرة، أو في أي مجلس يجلس فيه الناس، فلا يجوز لأحد أن يقيم أحدا من مكانه الذي سبق إليه. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نهي للتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ولكن توسعوا وتفسحوا. فبدلا من أن تقيم أحدا من مكانه ثم أنت تجلس فيه، يتوسع الناس ويتفسحوا في مجلسهم، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني قوموا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمأمور أن الإنسان يتفسح ويتوسع، أما أن يقيم أحدا من مكانه فلا يجوز، ولو كان صغيرا. يعني بعض الناس الآن يأتي إلى المسجد ولم يتقدم هو إلى الصف، فيجد صغيرا متقدما إلى الصف فيقيمه من مكانه ثم هو يأتي محله، وهذا لا يجوز. بعضهم قد يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نقول: هذا الحديث معناه الحث، أنتم يا أهل الأحلام والنهى تبكروا إلى المسجد وتقدموا إلى الصف الأول. وليس معنى ذلك أنك تأتي ثم تقيم من سبق إلى الصف لأنه كان صغيرا، هذا لا يجوز. ولذلك بعض الناس الآن يأخذ هذا الأمر من باب الوجاهة، يأخذه من باب إيش؟ الوجاهة. فإن يأتي إلى المسجد ويريد أن يصلي في الصف الأول وخلف الإمام، وهو يأتي متأخرا، لو جاء مبكرا ما في بس، هذا شيء طيب، لكن أن تأتي متأخرا ثم تقيم الناس من أماكنهم أو يحجز لك مكان في المسجد حتى تصلي في الصف الأول، هذه ليست وجاهة، هذه ديانة. من بكر إلى المكان فهو أحق به وأولى به. فهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل: لا يقيمن أحدكم أحدا من مكانه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام أحد من مكانه من أجل أن يجلس لا يجلس، تورعا منه رضي الله عنه وأرضاه. يعني إذا دخل المجلس ثم قام أحد من المجلس قال ابن عمر: اجلس مكاني، ابن عمر لا يجلس مكانه، يجلس حيث انتهى به المجلس تورعا منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذه المسألة بخصوصها. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ أنك تقيم أحدا من مكانه ثم تجلس فيه. أما لو قام أحد من المجلس من أجل أن تجلس أنت، هذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن عمر فعل ذلك تورعا. ما هي العلة؟ العلة خشي ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون هذا الرجل يقوم حياء،
خشي أن يقوم هذا حياء، وما كان من باب الحياء فإنه لا يؤخذ. كالهدية إذا قدمت حياء فلا يجوز لك أن تقبلها، كذلك من قام من مكانه حياء وليس من طيب نفس فإنه لا يحل لك أن تجلس في مكان لأنه حق به. وإذا كان ابن عمر لا يجلس في مكان قام أحد منه من أجله تورعا وخشية أن يكون ذلك حياء لا من طيب نفس. أما إذا كان هذا من طيب نفس فإنه ليس فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يدخل كبير سن أو كبير شأن تقديرا له يقوم الإنسان ويجلس هذا الكبير في مكانه، فمن هذا الباب ما في بس، لأن النبي لم ينهى عن هذا، وإنما كان ابن عمر يفعله خشية أن يكون هذا من باب الحياء لا من باب طيب النفس. وهنا أيضا مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن الإنسان لا بد أن يفرق بين المجلس العام والمجلس الخاص. فلو كان هناك مجلس خاص وهذا المجلس الخاص له عرف معين، ما هو هذا العرف؟ أنا مثلا هذا المكان وهذا المكان يجلس فيه صاحب المكان مثلا وفلان ابن فلان مثلا، مجلس خاص. فأنت إذا جئت إلى هذا المجلس الخاص فعليك إيش؟ أن تأخذ حكم هذا المجلس الخاص، ولا توقع نفسك في الإحراج، لا توقع نفسك في الإحراج، لأنك إذا جلست في مكان مخصص ومعين لرجل معين فلو أقمت من هذا المكان فإنك أقمت بحق، لأن الحكم حكم صاحب المجلس وصاحب المكان. أما لو كان مكانا عاما فإن هذا لا يقام منه وإن كان الذي دخل كبير قوم. أما في المجالس الخاصة المخصصة فإن الإنسان يعني كما يقال يحشم نفسه، ما يوقع نفسه في موقف يعني يحرج منه ولا يحسد عليه. ومن ذلك مثلا الدعوات التي تكون للناس، مثلا يكون هناك كراسي معينة يكتب عليها محجوز فلان محجوز فلان محجوز فلان، وتوضع لها صفة اعتبارية، لو جاء أحد وجلس قال أنا جئت وسبقت إلى هذا المكان هل له حق؟ ما له حق، ما له حق، ولو أقيم من هذا المكان أقيم بحق، لأنه من وضع نفسه في هذا المكان الذي أحرج نفسه فيه. إذن لابد أن يفرق بين المجالس العامة والمجالس الخاصة. المسجد المجالس العامة ولا الخاصة؟ المسجد العامة، ولذلك ما يجوز الحجز أبدا بتاتا ومطلقا، بل هذا بغي وظلم وعدوان. ولذلك ذكر أهل العلم أنك إذا جئت إلى المسجد ووجدت حجزا فإنك تزيل هذا الحجز، تزيله وتجلس، لأن هذا بغي. بل إن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في صلاة هذا الرجل الذي يحجز المكان، قالوا هذا كالأرض المغصوبة. ومعروف كلام أهل العلم في مسألة الأرض المغصوبة هل يصح الصلاة فيها ولا يصح الصلاة فيها، على خلاف بين أهل العلم. ولكن المراد أن هذه مسألة ست مسألة سهلة، الإنسان يأتي ويحجز ثم يروح بيته ثم يعود إلى المسجد ويصلي. هذه مسألة بعض العلماء يرى عدم صحة صلاته، مسألة خطيرة، ما هي مسألة سهلة. وذلك كما ذكرنا في أول الدرس أن بعض الناس الآن يتخذ هذه المسألة من باب الوجاهة، فتجد مكانه محجوز خاصة في يوم الجمعة، مكانه محجوز ويأتي قبل دخول الإمام بخمس دقائق ويجلس في الصف الأول خلف الإمام. ما ذنب الذي أتى مبكرا إلى المسجد؟ الذي يريد أن يتقدم ويدنو من الإمام هو أحق بهذا المكان منك، لذلك ما يجوز هذا العمل بتاتا. الذي أجازه العلم في الحجز في المسجد حالة واحدة، وهو أن يكون في المسجد، هو يعني هذا الرجل يكون في المسجد ثم عرض له عارض كان يحتاج إلى دورة المياه لقضاء حاجة، فإنه في مثل هذه الحالة يضع له حجزا ويذهب ويعود، لأن هذا ذهاب لعذر. أما ما يفعله بعض الناس يضع من بعد صلاة الفجر ويأتي الساعة 11 هذا هو المنهي عنه. وأيضا ذكروا لو أن رجلا في المسجد أتى مبكرا وأراد أن يعني يرتاح قليلا في الخلف، ما في بس، هو موجود في المسجد أو هو أحق بمكانه لأنه موجود في المسجد لم يخرج من المسجد، وإنما المنهي عنه الذي يحجز ثم يذهب ويعود في وقت آخر، فهذا الذي يعني اغتصب المكان ولا يجوز له هذا العمل. فهذا الحديث حديث محكم، لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسع وتفسح. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا، لو أن صاحب المجلس
أقام أحدا من المكان هل له أن يفعل ذلك أو ليس له ذلك؟ نقول الآية تدل على جواز هذا الفعل إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ولكن هذه يراعى فيها المصلحة، يراعى فيها المصلحة العامة، فإن كان هناك ثم مفسدة فإنه لا يفعلها. وهذه قد يفعل الإنسان مثلا مع أبنائه، مع أصحابه، أن يقول مثلا يمون عليهم، قد يقول له مثلا يعني وخر عن المكان، بيجي فلان بيجي كذا. إن كان في هذا مصلحة ولم يخشى مفسدة فإنه لا بأس، أما إذا لا، إذا خشيت المفسدة فإن صاحب المكان الذي سبق إليه هو أولى به. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو حق به. أيضا هذا حكم آخر في هذه المسألة، أي أن هذا الرجل لو ذهب ولم يحدث، يعني مثلا كان في مجلس وهو في هذا المكان ثم ذهب لقضاء حاجة معينة ثم عاد في وقت قريب فهو أحق بهذا المكان، وإن لم يضع حجزه فهو أحق بهذا، أحق بهذا المكان. حديث جابر رضي الله عنه بسمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المجلس فإنه يجلس حيث ما انتهى به المجلس. انظروا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان الصحابة يودون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صدر المجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، فإنما يجلس حيث انتهى به المجلس. فإن انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في صدر المجلس، إذن الصحابة يجتمعون عليه فيكون هو في الصدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي هذه الأمة على هذا التواضع، وهو رسول الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، يدخل إلى المسجد المجلس ويجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يتطلع لأن يكون في صدر المكان وفي المكان المرتفع، وإنما يجلس حيث انتهى به، ثم الناس يلتفون عليه صلوات ربي وسلامه عليه فيكون هو في الصدر صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأحكام على هذه الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.